هذه مسائل مختصرة تتعلق بهذه العشر وبنهاية هذا الشهر، أذكرها بأدلتها الشرعية على وجه الاختصار. خامساً، الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن تكون قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين فإن ذلك قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري، لكن لا يتقدم على الصحيح أكثر من ذلك، وإنما ما جاء به النص نقف عنده. وقد جاء النص عن الصحابة رضي الله عنهم من أنهم جوزوا إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين. أما بعد صلاة العيد ولم يكن هناك عذر من نسيان أو غير ذلك فإنها لا تقبل على أنها زكاة فطر، وإنما هي صدقة من الصدقات كما عند أبي داود، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.